فكرة مبادرة الولطيف على إقامة نادي للفن والرسم للأطفال الذين يعيشون في مناطق مهمشة في قطاع غزة. بحب إني ألعب مع الأطفال، وبحب إني أصنع الفرحة على وجوههم. أنا ما كنت أعرف أعمل هذه الأشياء، بس لما إجت هان عرفت كيف أعملها، وهذا الإشي بفرح وبنمي من مواهبنا كمان. الأطفال اللي تعاملنا معهم هم منتال ريتارديشن، اللي هم اللي عندهم قصور عقلي نوعا ما، ففي أطفال انجذبت وتفاعلت مع الموضوع، في أطفال حاولت إنها تعبر عن شعورها ولكن كان الشيء صعب شوية عليها في الأول، بعد هيك تدربت وتعاملت معنا بكل لطف الحمد لله. هاي المبادرة أتاحت لي الفرصة كتير كبيرة إن أنا أحتك مع فئة كتير مهمة في مجتمعنا الفلسطيني، وهم الأطفال المهمشين والضعفية التحصيل الدراسي. أعطتني فرصة كتير كبيرة إيش الوسائل أقدر أنفذها مع هدول الأطفال، خصوصا هاي الفئة بتحتاج منها الكتير من الدعم والتطوير والتحسين. أطفال غزة برغم الألم والدمار الذي عاشوه، إلا أنهم ما زالوا ينظرون للحياة بألوان الطيف.